مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللي بغيتيها الشافي وجدها. نتمنى أنكم تكونوا على خير وتحية لكل أوفيائنا من داخل وخارج المغرب. الحجر الصحي كان احترمنا التعليمات ديال وزارة الصحة من ناحية الديستانس ما بين التباعد الاجتماعي حتى ما بين ليزومبلويي والتعقيم لي ماسك لي سون اوبليجي وكاينين محطوطين عندهم افولونتي يستعملوهم كل 4 سوايع. لي ديزانفيكتون موجودين في كل ديبارتمون بحال بولونجي باتيسري في المغازان عند لا كاسيير اي لي فوندوز. بالنسبه لي كليون كنا درنا لهم واحد المسافه ديال الامان اللي احترموها وحنا خلينا بلوس كو 2 متر ما بين الكليون والكليون. وكاين الديستريبيتور ديال ديزانفيكتون جيل ديزانفيكتون مع الطابي ديال ديزانفيكتون بور لي بي. بالنسبه لي كليون بطبيعه الحال ولفوا يعني حتى هما منضبطين كيديروا. كاين حنا حاطين لهم لي ديزانفيكتون ديالهم ديزانفيكتون في الدخله ديال الباب وهما كيزيدوا عندهم لي ديزانفيكتون ديالهم كيحترموا مسافات الامان كيديروا لي ماسك ديالهم كياخذ الصرف. كاين اللي كيديروا في دي ساشي باسكو كي عنده ان ساشي ما كيقربش للصرف هو كيحل كيعطيك تهز وكترد ليه الصرف في هذاك لو ساشي ديالو. كاين باركار تو تي بي او دابا سونتر مونيتيك السونتر مونيتيك عطى دي تي بي او جداد لي سون كونتاكت عنده لا كارت ديالو انت ما تشدهاش انت كوميرسون ما تقرب لهاش كتعطيه لو تي بي او هو كيدوزها سون كود سون ريان كيدير سون كونتاكت وهذه راه انتشرت بزاف في جميع المحلات. كاين اقبال ملحوظ من بعد الحجر الصحي على لاباتيسخي وعلى الحلويات المغربيه وبالاخص على لي غاتو دانيفرسير لي غاتو دونترومي لي غاتو دانيفرسير اللي كنصوبوهم حنايا في المحل ديالنا. الناس خرجوا من هذاك الروتين ديال الحجر الصحي يعني بحال اللي معطل شي انيفرسير خاصو يديروا من بعد الحجر الصحي كيجيو كان اقبال كبير على هاد الحلويات الكبار. بالنسبه للحلويات اللي كنصوبوا حنا عندنا هنايا عندنا بزاف ديال الانواع نذكروا منهم اموندين فوغي نوار لي تخوا موس لي بليزير غورمون لي شارلوتين لي غران تارت تارت دو فروي. الاخير كنقول لكم مرحبا بكم في لي ميتر دو با. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه البرنامج اللي بغيتيها الشيف يوجدها. لكم تحيات كل من سناء كناني في اعداد الحلقه، مهدي فرحي في الاخراج، واسماعيل كحلاوي في التصوير. ما تنساوش على انكم تحافظوا دائما على شروط السلامه الصحيه والتعقيم من اجل الوقايه. تبقوا على خير.